اسمها مسألة استقلال اتفاق التحكيم أو مسألة استقلال شرط التحكيم عن العقد. ببساطة شديدة احنا قلنا ان احنا عندنا 20 20 بند التحكيم في البند رقم كام؟ 18. نفترض ان شرط التحكيم باطل، هل العقد نفسه يبقى باطل؟ لا، تبقى الاستقلال او مبدأ استقلال شرط الايه؟ التحكيم. هباك المسألة دي، المسألة دي مهمة جدا من وجهة نظري الشخصية، تعتبر من أهم مسائل التحكيم، لأنها بتخالف يعني للوهلة الأولى كده القواعد المنطقية. يعني احنا بنقول ايه؟ لو شرط التحكيم باطل والعقد نفسه صحيح، رغم ان هما الاتنين مبرمين في عقد واحد وبإرادة واحدة، جاء المشرع قال لك لا، لو العقد باطل والعقد باقي البنود العقد صحيح، يبقى العقد كله ايه؟ صحيح، باستثناء مين؟ شرط التحكيم هو اللي بقى باطل. طب اعكس الحالة كده، اعكس معايا كده، لو العقد نفسه باطل الشرط اللي هو احد بنود العقد يبقى باطل ولا صحيح؟ قال لك المفروض يبقى صحيح طبقا للايه؟ للقاعدة اللي احنا قلناها. لا صحيح، صحيح. يبقى معنى ذلك ان لو العقد نفسه صحيح والشرط باطل يبقى يبطل الشرط ويبقى العقد ايه؟ صحيح، منتج لآثاره. طيب لو العقد نفسه باطل المفروض بالضرورة الشرط يبقى ايه؟ باطل. قال لك لا، قال لك الشرط يبقى ايه؟ صحيح، طبقا لمبدأ استقلالية شرط التحكيم. وهتعرف ليه المشرع عمل كده دلوقتي حالا، يعني اقول لك دلوقتي. ولكن الكلام اللي احنا بنقوله ده بيرتب نتيجة لازم يكون عندك علم بيها، اللي هي ايه؟ يبقى معنى ذلك ان شرط التحكيم عقد مستقل بذاته عن العقد الاصلي، فبالتالي يتطلب شروطا او يتطلب الشروط التي يجب ان تتوافر في مين؟ في العقد. يجب اي عقد في الدنيا يجب ان تتوافر له شروط، اركان وشروط، تراضي، محل، سبب. يبقى اذا شرط التحكيم كعقد لازم يتوافر فيه برضو الايه؟ التراضي والمحل والايه؟ والسبب، باعتباره منفصل او مستقل عن العقد ايه؟ جملة. يعني معنى ذلك لو انت كأحد الأطراف ما وافقتش على فض النزاع عن طريق التحكيم يبقى الشرط ايه؟ باطل، لأن الشرط هنا لم تكتمل له أحد أركان العقد.